السلام عليكم. الحسن أهادي مسعف في التطوع بالهلال الاحمر المغربي، منسق البرامج والانشطه بالمكتب الاقليمي للهلال الاحمر المغربي بالناظور. حنا حاليا كنتواجدوا في المناوره الاسعافيه اللي كنظمها المكتب الاقليمي اللي تنظمت تحت شعار قوه الشباب في خدمه الانسانيه. الهدف ديال المناوره هو اننا نكونوا واحد العدد ديال المسعفين ونكونوهم في مجال ديال الاغاثه والاسعاف، خصوصا في الجانب من كيوقعوا الكوارث. لذلك ضروري بين الفينه والاخرى بزاف ديال الناس كتشوفوا الهلال الاحمر المغربي، كتشوفوا هاد المسعفين وكيديروا التدريب على اساس انه دائما يكون في واحد الوضع، واحد المرحله ديال الاستعداد للوقوع ديال الكوارث، وهو بالبرامج اللي كيدخلوا في الجانب ديال التخطيط للكوارث ولا في اداره ديال الكوارث. هي المرحله اللي كنتواجدوا فيها، هي المرحله اللي كنستعدوا، اللي كنخططوا، اللي كندربوا. ثم كذلك انه النهار تكون الكارثه كيكون المرحله ديال التدخل ومرحله ديال الاستجابه، ثم المرحله الاخيره اللي هي المرحله ديال الانتعاش ولا المرحله ديال التقييم. عندنا مسعفين قدام وجداد، وكنحاول ما امكن هذاك الشيء اللي قراه في الاقسام ما يكونش غير جانب نظري لكن يكون جانب تطبيقي. داك الشيء اللي قراه خصهم يطبقوه من خلال هذا التمرين، هذا السيميلاسيون اللي كيدار كل مره. كنختاروا الطبيعه ديال التمرين، بحال حاليا اعتبرنا بلي وقع واحد الزلزال، خصوصا خدمنا في الفضاء في دوك البنايات، وكيفاش اننا نخرجوا المصابين من تحت الانقاض ولا انه في مختلف الانواع ديال الاصابات، حكما ان عندنا واحد الفريق اسعافي يوازي الفريق الجهوي لتدخل اثناء الكوارث في مدينه الناظور، وخصو دائما انه يخضع للتدريب باش ما يكونش واحد يعني السكون ديال هذا الفريق هذا، ولكن يكون دائما نشيط ويكون فريق يحس فعلا باللي راه عليه واحد المسؤوليه.